نابض واسيدي بن جعفر بجامعة ورادح وبإقليم جرسيف يقيم الشاب محمد الزاوي ديستاش ربيعا. الشاب محمد كان قد أصيب بحادث سير من الناظور منذ سنتين تقريبا أثناء محاولة هجرة للضفة الأخرى. في هذا الفيديو تفاصيل أخرى يرويها الشاب محمد، تابعونا. السلام عليكم، اسمي محمد الزاوي، كنت كنسير جعفر، وقعت لي واحد الحادثة عندي السنة 16، وقعت لي واحد الحادثة في الناظور، كنت باغي نهاجر ودابا خلصت درت العملية ولا مشيت لثلاثة وستميات ودابا عاد باقي خاصني شوية ترويض ولا آخر، خاصني شوية ديال الدعم. وقعت لي واحد الحادثة في الناظور وطحت من الكاميو، وداك الكاميو اللي طحت منه ما دار لي والو، ولكن خاصني الكاميو الآخر تاني وما عطاوني والو، وخاصني دابا شوية ديال الدعم. دابا كنترجى المحسنين يعاونوني شوية، دابا انا الله عاد داخل في حياة جديدة، راكم عارفين دابا اليد ما كنقدر لا نخدم بيها لا نحس شي تقل ولا والو، وكنترجى المحسنين يعاونوني بشي حاجة نكون المستقبل ديالي. دابا غير الولد اللي كيعطيني دابا كيفاش نشري كسي والو ولا هكا وصافي، وما عنديش انا باش نلعب باش نعيش لا والو، وكنترجى المحسنين يعاونوني هكا الا كان شي محسنين. بعد هاد الحادثة 10 في شهر 11 2018، ومازال دابا كنعاني وما لقيتش اللي يعاونني هكا ولا الخدمة ما كانش ولا والو. درت العملية الأولى وما صدقتنيش كاع، ودابا الثانية والو، التالية غا بحال عاود على التكريدة وصافي، غا بحال غير خسر الفلوس وصافي، ما وقع لي حتى وقالوا تبقى هاد الإعاقة دائمة، فدابا كنترجى شي مسلمين هكا يعاونونا باش نترجع نحيد من دوز هاد الإعاقة هادي إن شاء الله بإذن الله. نتمنى المحسنين يعاونونا في الدفاع عن البلاد، تخلينا اليوم.